تفضلنا مع بعض كده شوربة الكريم دوفولاي او شوربة المشروم بالكريمة. موضوع سهل جدا وبسيط، يا ريت خليكي معانا. ام عبد الله اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة ان شاء الله يا شيخ. حضرتك عايزين تعمل لنا طريقة اللازانيا. من عينيا حاضر. حاجة تانية؟ كذا نوع بقى من انواع الشوربة الجديدة. ما هو احنا كل يوم على قد ما نقدر على قد وقت البرنامج هنعمل لكم عصاير ونعمل لكم شرب ونعمل لكم كمان وجبات رئيسيه وحلوه على قد وقت البرنامج، فان شاء الله يكون عندنا متسع من الوقت ونعمل لكم اللي انتم عايزينه. يا ام عبد الله ليكي سؤال تاني؟ بشكرك على اتصالك. تعالوا نشوف مقادير الشوربه سريعا وبعد كده نشتغلها ونسيبها تغلى على النار. عندي معلقتين من الزبده، شوربه الكريم دوفولاي الفرنساوي او الكريمه بالمشروم والفراخ. عندنا معلقتين من الزبده ومعلقتين من الدقيق ولتر مرق، وكمان عندي صدر فرخه مسلوق ومفروم وربع كيلو من المشروم وكوبايه كريمه. هقول تاني المقادير عشان تكتبوها. عندنا معلقتين من الزبده ومعلقتين من الدقيق ولتر مرق، وكمان عندي صدر فرخه مسلوق وربع كيلو من المشروم المفروم قطع صغيره، واخيرا عندنا كوبايه من الكريمه. يا نقلي مش مكتوبه رمضان كريم عشان خاطر الساده المشاهدين يكتبوها. عايزين نكتب يا هشام. ناخد الزبده كده معلقتين اهو. كتير قوي بيقولوا ان هم يسووا الزبده او يسووا الدقيق في الزبده بيغير اللون، ثم انا يعني اللي خايفين دايما يقول لك اما اسوي الدقيق ما يبقاش طعمه ظاهر في الاكل، اما نسوي الدقيق ما يبقاش طعمه ظاهر في الاكل. بالعكس، انا اما بحط الدقيق واقلبه ويتجانس مع بعضه وبعد كده احط له المرق ما بيبقاش ظاهر في الاكل، لانه بيغلي. اول ما بيغلي بيوصل لدرجه السوى خلاص ما فيش طعم باين. يا ام عبده. ايوه اهلا بحضرتك. ازيك يا شيخ؟ رمضان كريم. الله اكرم. الله يخليك. اتفضلي يا فندم. حضرتك انا بحبك موت والله يا شيخ يسر، ربنا يديك الصحه. الله يبارك في عمرك ويديك الصحه يا رب ويبارك لكم. لو سمحت انا كنت عايزه اسال عن تتبيله الفراخ المشويه. حاضر من عينيا. حاضر. حاجه ثانيه؟ ربنا يكرمك يا شيخ يسر. بشكرك. كنت عايزه اسال عن الكيكه الاسفنجيه. حاضر. تحت امرك. بشكرك على اتصالك وهجاوبك على كل ده، ولكن واحنا بنشتغل كده شايفين انا عملت ايه اهو. هنرفع دي بقى عشان ما يعملش معايا كتل، واول ما يدوب الدقيق مع الزبده هنزل عليه ونقلب اهو. لتر الملأ. انا بقلب ليه بقى؟ علشان خاطر ما يتكتلش معايا اما اجي اكل الشوربه ما احسش ان في عندي حتت موجوده معايا تحت اسناني من زي العجين. يعني شايفين انا بقلب على طول اهو، وازود الملق شويه بشويه واسيبه يغلي. اول ما هيغلي هديله اللحمه الفراخ بتاعتي المستويه، وهنشوح دلوقتي في حته زبده صغيره كمان المشروم ونضيفه مع بعضه اول ما يغلي اديله الكريمه، وده اللي هنشوفه بعد ما نستاذنكم في فاصل. قبل ما اضيف لها المشروم اللي احنا سويناه في طاسه لوحده وكمان هنضيف له الكريمه، شايفين ده شوربه. يعني ايه شوربه؟ يعني شوربه يعني تتشرب. كتير قوي من الساده المشاهدين بيعملوا الشوربه بتبقى زي البشاميل زي البشاميل، عشان كده انا بنصحكم شوربه يعني حاجه سايله تتشرب. وهي بتغلي كده هضيف لها على طول الكريمه، ودايما زي ما بنصحكم ما نحطش الكريمه غير وهي بتغلي عشان ما تقطعش معانا وتعمل يعني تخرز، يعني تخلي الزبده لوحدها. شايفين برضو لسه بقول لكم دي شوربه، شوربه يعني سايله تتشرب. وبعد كده هنضيف هنا المشروم بتاعنا بعد ما استوى ونسيبها تغلي غلوه ونقدمها. وتعالوا نشوف مع بعض. ندخل دي الفرن يا سعد. وبالهنا والشفا، كل سنه وانتم طيبين، يا رب تكونوا مستمتعين معانا. بعد الفاصل هنعمل كنافه لاول مره بتتعمل في الفضائيات، ان شاء الله تعجبكم، كنافه حلوه جدا. بعد الفاصل.